الله يبارك فيك. وجميلة وألف مبروك الأخوان من فانتري. الله يبارك فيك طول عمرك. فانتري جرامر اليوم حقق انتصار كبير. الحمد لله بركات الرجال والدي الله يطول عمره هنا. نعم. لولا رضاه ولا احنا ما ماشي. نعم ألف مبروك. الله نعم. الله يسلمك. ناموس غالي ثاني اختار للسعودية في كأس بين العالم. الحمد لله. عام 16 سعودي 17 سعودي واليوم سعودي وان شاء الله كلنا واحد ان شاء الله كلنا كل يوم ان شاء الله سعودي. نعم. كلنا شو سويتوا في جودز لايف يمكن في اخر فرلونج انطلاقه سريعه؟ والله شوف راب باب بافت ترنفوت عالي. باب بافت هو اللي عنده العلم هو اللي كلم فرانك هو ضبط الامور. نعم. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل ناموس ناموس الوالد الله يبارك فيك شكرا. ناموس كبير الله يسلمك وهذا والاروع اليوم يمكن حققت انجاز كبير نفخر به جميعا. الحمد لله الحمد لله. البرنامج والعرس عرس ولدي بس ترى متزوج ما يتزوج غير وانت ما بتتزوج؟ انا لا عرس اليوم عرس الجميع لا كلنا بنتزوج هذا عرسه هو ان شاء الله. يا ربي يوفقك. شكرا شكرا. انتصار ولا اروع لكانتري جرامر مفاجأة من العيار الثقيل حققها كذلك المدرب بوب بافرت وكذلك زيدان للسباقات حققوا مفاجأة من العيار الثقيل للأمانة. الكل كان نوعا ما تتجه الأنظار نحو دايفيس جود ولكن في آخر 100 متر شفنا شيء عجيب للأمانة شيء عجيب. كانتري جرامر ترنفوت عالي انطلاقة سريعة أجواء مميزة وهني كذلك أتوقع مساعدة. هاي كونغراتوليشن. Thank you. Congratulations. What happened? Country Grammar is the winner now. Country Grammar is the winner. Yeah. And we're a winner. Tell me about the race because the last 100 meters they have Ternafoot very very strong. Very Ternafoot. Strong. He loves a mile and a quarter. Ran a super race. All right. Before the race, everybody talk about the life is good. Now nobody talking about them. Well, he's a pretty good horse. Yeah, we're still talking about him. Yeah. It's Country Grammar's Day. Done. انتصار ولا أروع وأداء جميل. إذا نعود إليك الزميل عبد الرزاق تفضل. شكرا عصام. جيمي بارنز مساعد المدرب بوب بافرت يقود الحصان البطل في كأس دبي العالمي إلى منصة الانتصار تحت صيحات الجماهير وهتافات العشاق وتحيات الجماهير لفرانكي.